سيد رئيس الحكومة المحترم، زملائي الوزراء المحترمين، مرحبا بكم في فعالية الدورة 20 للمعرض الدولي لنشر الكتاب. أهمية الاستقبال في ترسيخ العمق الإفريقي. ومن المؤكد أن المؤشرات الاستقطابية لهذا المعرض التي ظلت تتصاعد دورة بعد أخرى في نفسه التزاما قطاعيا من الوزارة وأمنية ومنتخبة يبذلونها كل سنة للعناية جلالة الملك محمد السادس نصر الله. سون با دي ليان كون فاكريي. نزافون كوم انفيتي لا سي دي او. سيت اكسبوزيسيون سو رونفورسون بور رومتر لي بوندول على لو دو دير لا ديتيرميناسيون دو سا ماجيستي اي لا ديتيرميناسيون دو غوفرنمون. راسين ان افريك سون ترون ان ميديتيراني اي دو سون بريزيدان ان اكزارسيس. Le président ministre en charge de la culture de la zone de la CEDEAO, chef. يرفع من مستوى العلم والمعرفة. العرب في أمريكا اللاتينية والآن